شاهدينا الحديث أكثر حول هذا الملف ولتوضيح بعض التفاصيل المبهمة ينضم معي عبر الهاتف مدير زراعة محافظة نينوى الدكتور ربيع يوسف. بداية مرحبا بك دكتور في نشرة الثالثة. دكتور كيف يتم تشييد قاعة بهذا الحجم وهي قاعة الهيثم بموافقة مدير قائم مقام دون موافقتكم؟ وهناك تصريح لكم يقول يعني القاعة بحاجة إلى موافقة خاصة، هل هناك موافقات خاصة لإنشاء هكذا قاعات؟ بداية أهلا وسهلا بك عزيزي وبكل مستمعي وإذاعتكم الموقرة. اليوم نحن عندما نتكلم عن إقامة مشاريع على الأراضي الزراعية أود أن نوضح للجميع هي أرض زراعية مملوكة للدولة وزارة مالية حقوق تصرفية. واضح. في حالة إنشاء هكذا مشاريع في بداية أولا ترفع إلى الشعب الزراعية، والشعب الزراعية تقوم بالتحقيقات وتطبع إلى مديرية الزراعة، وفي هذه الحالات يجب أن تكون الأرض هي غير صالحة للزراعة. نعم. ترفع الموافقات إلى بغداد وتوزع إلى 14 دائرة من الآثار والنفط وكل الدوائر المرتبطة بهكذا مشاريع. نعم. احنا بدورنا كمديرية زراعة عندما رفع الطلب الينا في 2013 انا في وقتها لم اكن مستلم ادارة المديرية. نعم. لم تحصل انذاك الموافقة على بناء هكذا، لانه كانت الموافقة تتطلب موافقة بغداد وموافقة معالي السيد الوزير لرفع يد الاصلاح الزراعي عن هكذا المشاريع. لكن دكتور انتم ايضا يعني هناك تقصير من جانبكم، يعني التجاوز على الاراضي الزراعية اصبحت هي الظاهرة الابرز في البلاد، لماذا لم تقوموا باي اجراء او رفع دعاوى بعد بناء هذه القاعة على الاراضي الزراعية؟ يعني وانتم تصرحون بانكم لستم يعني اعطيتم الموافقة لبناء هذه القاعة. تمام. في 2021 تم رفع طلب الينا من قبل صاحب الارض عن طريق مدير الوحدة الادارية السيد القائم مقام بإعطاء الموافقة، ولكن تم الإجابة عليه بأن الموافقة تحتاج إلى موافقات خاصة وهي دائرة الأراضي العامة في بغداد ووزارة الزراعة. تفاجأنا بعد ذلك أبو توجيه كتاب لنا من قبل السيد القائم مقام بإعطاء الموافقة لبناء هذا المشروع هو بدوره. نحن بدورنا رفعنا كتاب بأنه هاي الأرض زراعية ولا يجوز التجاوز عليها. فالأمور الأخرى التنفيذية نحن لسنا بدائرة تنفيذية، ولكن الدائرة التنفيذية تقع على عاتق مدير الوحدة الإدارية السيد القائم مقام لإزالة هذه التجاوزات وبمعاونية القوات الأمنية الموجودة في المنطقة. نحن بدورنا كمديرية زراعة مينو نحن لسنا بدائرة تنفيذية، ولكننا دائرة نرفض التجاوزات ونرفعها إلى مسؤولي الوحدات الإدارية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة. طيب. ولدينا كتب تؤكد هذا الشيء. طيب برأيك دكتور هل هناك يعني قاعات أخرى متجاوزة في محافظة نينوى على أراضي زراعية؟ هل لديكم إحصائيات بأعداد التجاوزات؟ نعم لدينا في المحافظة؟ نعم لدينا. هل قمتم بإخبار السلطات الأمنية والقضائية بذلك؟ نعم لدينا عدة تجاوزات على أراضي زراعية في محافظة نينوى، وهي كلها مرصودة ومرفوع بها تقارير إلى مسؤولي الوحدات الإدارية، وحتى في هنالك بعض المساحات الواسعة تم رفع كتب إلى دائرة النزاهة أيضا من أجل متابعة هذه الملفات. نعم حدثنا من نينوى دكتور ربيع يوسف مدير زراعة نينوى، شكرا جزيلا لك.